تعرفيه. الكورس بتاعنا بقى النهارده ان شاء الله هيبقى عباره عن CCIE Routing and Switching. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. الاول نعرف بس ايه التوبكس اللي مطلوبه مننا في الامتحان. لو دخلنا كده على موقع سيسكو سيسكو.com، نقف هنا كده على Training and Events. لغاية ما يحمل كده، أنا أوريدي منزلة هنا كوبي من الليست اللي المفروض إن احنا هنشرح عليها بإذن الله. دي أنا منزلاها أساسا من موقع سيسكو. تمام، أول حاجة خالص هنبدأ بيها إن شاء الله Layer 2 تكنولوجي. ما هو بالعقل كده Layer 3 اللي هي الراوتر مش هينفع إن هي تقوم إلا أصلا لما Layer 2 تقوم. تمام، هندرس فيها السويتشنج كويس جدا إن شاء الله، مش السويتشنج بس، السويتشنج ولاير 2 بصفة عامة. اللي عنده مشكلة في الصوت هي كده كده يحاول يحل المشكلة عنده، وكده كده المحاضرة متسجلة إن شاء الله. طيب قلنا تاني هندرس فيها لاير 2، تمام، سواء على سويتشز أو لاير 2 تكنولوجي في الوان. لاير 2 تكنولوجي في اللان على سبيل المثال هندرس فيها بروتوكول زي السي دي بي، زي ال ال دي بي، هندرس فيها الفيلانات، بروتوكول الفي تي بي طبعا نزل جديد علينا اساسا في السي سي اي اللي احنا بندرسه بالمناسبه فيرجن 5. قبل كده كان في فيرجن 4 ده انتهى من حوالي سنتين ثلاث سنين تقريبا، ما كانش عليكم ساعتها الفي تي بي فيرجن 3 اللي نزل عليكم دلوقتي اساسا في فيرجن 5 فيرجن 3. تمام، هندرس في النيتيف في لاند، البرونينج، ايه بروتوكولات اللينك اجريجيشن كنترول بروتوكول، بورد اجريجيشن بروتوكول، كل الفيتشرز دي ان شاء الله هندرسها مع بعض. نص ان احنا هندرس تكنولوجي المولتي كاست. تمام، بعد ما نخلص لير 2 ونقومها كلها باذن الله هنبدا ان احنا ندرس لير 3. احنا قلنا تاني لير 3 ما ينفعش اصلا ان انا افكر ان انا اقومها قبل ما اقوم لير 2. في لير 3 هنبدا بقى ندرس الراوتنج سواء على فيرجن 4 سواء على فيرجن 6، مش الراوتنج بس، الادفانسد راوتنج. تمام، كل دي فيتشرز برضو هندرسها في الراوتنج ان شاء الله. طبعا التركيز الجامد جدا على بروتوكول البي جي بي سي سي اي اي، يعني بي جي بي من الاخر، بلس طبعا التكنولوجيز الباقي، بس البي جي بي فعلا طبق مهم جدا جدا في السي سي اي اي. او اس بي اف، بي جي بي، اي اي جي ار بي، كل دي بروتوكولات هندرسها. بعد كده هندخل في البي بي ان تكنولوجي، او بصفه عامه هندخل في التكنولوجي بتاعت التانلنج، سواء جي ار اي تانل، سواء التوبيك اللي نازل عليكم جديد الدي ام في بي ان، ده ما كانش موجود اصلا في الفيرجن القديم. تمام، ده برضو نوع من انواع، يعني يعتبر كده الادفانسد بتاع جي ار اي تانل. برضو هندرس انواع الانكريبشن اللي موجوده عندي في البي بي ان، كل ده هندرسه ان شاء الله. بعد ما نخلصه هنبدا ان احنا ندخل في جزء كده اساسا سكيورتي، زي مثلا التريبل اي سيرفر. تمام، الاس ان ام بي نزل عليكم دلوقتي فيرجن 3، الاكسس ليست، البرايفت اكسس ليست، الستورم كنترول، دي اتش سي بي سنوبنج، كل دي فيتشرز كل واحده منفصله عن الثانيه، برضو هنمسكها ان شاء الله ناخدها كده بالتفصيل. بعد كده هنبدا ناخد مجموعه برضو من السيرفيسز اللي بتقوم فوق الشبكه بتاعتي. يبقى تاني هناخد لير 2 بعد ما اقومها لير 3، بعد كده نقوم فوقيها السيرفيسز سواء اجزاء سكيورتي او بعض السيرفيسز الثانيه، زي مثلا دي اتش سي بي مثلا على سبيل المثال، اس ان ام بي، لوجين، سيس لوك سيرفر، هنقوم كل الكلام ده مع بعض ان شاء الله. تمام، لو جينا ندخل كده على موقع سيسكو فيو اول سيرتيفيكتس، بلاش تضغطوا على الكلمه نفسها، استنوا لغايه ما الدروب داون ليست تنزل. لو دخلت هنا على الليفل بتاع السي سي اي دي الاكسبرت في تخصص الراوتد اند سويتشنج، طبعا الامتحان المفروض ان هو امتحانين مش امتحان واحد، واحد اللي هو الامتحان بتاع الليب الريتن، سوري امتحان الريتن، والامتحان التاني بتاع الليب اللي احنا ندرسه مع بعض باذن الله يأهلنا كمان ان احنا اصلا ندخل على الليب. فلو نزلنا تحت كده لغاية اللاب اكزام انفورميشن عنه،
وبالمناسبة لغاية ما يفتح، المفروض ان امتحان اللاب اساسا او امتحان الريتل لازم في خلال سنة ونص تكون انت تكون دخلت امتحان اللاب، يا اما الامتحان بتاعك كده هيبقى اكسباير، ولو حاولت ان انت تدخل اللاب لازم تمتحن الريتل تاني. لو دخلت هنا على التوبكس exam topics هي دي كل التوبكس اللي احنا اتكلمنا عنها. لو قلت له هنا شو ديتيلز هي دي البي دي اف من الاخر اللي انا نزلتها من هنا. تمام، نتعلم بقى دلوقتي ازاي ان انا قابلت اللاب بتاعي. المايك يا شباب بليز. نتعلم بقى ازاي ان انا قابلت اللاب بتاعي. التوبولوجي اللي احنا هنشتغل عليه باذن الله هو ده. طبعا تقولش تحس ان هو الى حد ما كومبليكيتد شويه، هنبدا نظممه دلوقتي ان شاء الله، هنكتشف ان هو هايل جدا وسهل جدا. تمام، ده اللوجيكال تقولش. لو جينا نشوف بقى الفيزيكال تقولش شكله عامل ازاي، هو ده 4 سويتشز. تمام، بعد كده متوصلين عندي ب 20 راوتر، وهنظبط برضو ان شاء الله مكنه كده واير شارك عشان لو حبينا ان احنا نعمل كابتشر للداتا. اللاب بتاعنا النهارده ان شاء الله احنا هنقومه على جي ان اس 3 بلس اي او يو. تمام، انا دلوقتي هتعامل على اساس ان الناس بتعرف تتعامل مع الاي او يو سويتشز والاي او يو راوترز. اللي ما اتعاملش معاها قبل كده، في فيديو انا رافعاه اساسا ازاي تتعاملوا مع الاي او يو اللي هو جي ان اس فيرجن 1.5.2. تمام، ده انا ضايفه فيه اي او اس راوترز. تمام، اللي هنتعامل معاه ان شاء الله 7200، لان فيرجن الاي او اس اللي عليه 15.3، ده اللي معايا. الاي او اس اللي مطلوبه مننا ان شاء الله يا ريت 15.x، اخر حاجه طبعا نزلت من سيسكو 15.5. تمام، 15.3 هيشغلنا مفيش اي مشاكل، 15.4 طبعا ريكومندد، اي فيرجن 15 هيشغلنا ان شاء الله. بالنسبه للسويتشز نفس الكلام، يا ريت برده يكون ايه 15.x. تمام، ده بالنسبه للناس اللي ناويه تشتغل على جي ان اس. الراوترز ان شاء الله انا هشتغل هنا على الاي او اس راوترز 7200. بالنسبه للسويتشز ان شاء الله انا هشتغل على الاي او يو سويتشز الفيرجن ده اللي انا لسه رافعه الجروب. الموديل ده موديل بصراحه رائع جدا. تمام، اللي هو 15.2 دي بيسبورت فيتشرز كتير قوي، فده اللي هنشتغل عليه ان شاء الله. الناس بقى اللي ناويه ان هي تشتغل على ديفايسز حقيقيه، يا ريت ان هي تشتغل على اي او اس. عندكم ارقامهم برضو 15.3 ترين سيجنال. تمام، ده يكون سيريس انتجريتد سيرفيس راوتر، ويا ريت يكون فيرجن 2. فيرجن 1 هيشغلكم عادي مفيش مشاكل، بس فيرجن 2 ريكومندد. ممكن تكون راوتر مثلا 2900 سيريس 2900، لان سيريس 2900 هي دي اللي بتقدر ان هي تشيل جواها اي او اس فيرجن 15. الموديلات التانية سيريس 2800 مثلا هو ينفع، بس الفكرة تاني في الفلاش بتاعها، لازم نعمل ابجريد للفلاش، لان الفلاش لو حجمه 32 ميجا مش هيقدر ان هو يشيل اصلا جواه ال 15 او فيرجن 15 اي او اس. لازم تعمل ابجريد للفلاش علشان تقدر ان انت تحط جواه فيرجن 15. 32 ميجا ده كبير جدا ان هو تقدر تحط جواه اي او اس 15 يورو اس اي فيرجن كده اسمه اس اي، مش هتعمل سبورت لكل الفيتشرز اللي احنا محتاجينها. ده بالنسبة للراوتر. تاني، الناس اللي عايزة تشتغل على ديفايسز حقيقية هتشتغلوا على سيرس 2900، يا ريت يكون انتجريتد سيرفيس راوتر فيرجن 2، يا ريت يكون 15.3 تي ترانسيت. تمام، بالنسبة للسويتشز 3560، 3550 برضو مش هيشغل كل الفيتشرز، يا ريت يكون كاتاليست 3560، او يا ريت يكون 3750 اي، او الافضل كمان اكس اي او اس اي، او اي او اس الافضل اكس. تمام، احنا اتفقنا طبعا ان في اللاب بتاعنا ان شاء الله مش هنشتغل اساسا على ديفايسز حقيقيه، احنا هنبلد الكلام ده كله على الجي ان اس والاي او يو. نبدا بقى كده نبلد اللاب بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اتفقنا ان ده اللوجيكال توبولوجي، طب ازاي ابني لاب بالمنظر ده؟ اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هجيب سويتش عادي جدا اللي هو لير 2 سويتش اللي موجود هنا. لو دخلت هنا على الديفايسز دي لير 2 سويتش عادي جدا ده. تمام،
وهبدأ ان انا اضيف عليه مجموعة من الراوترز 20 راوتر، او احنا في اللاب بتاعنا بقى ان شاء الله هنستعمل 10 راوتر بس. ده فعلا اللي موجود في اللوجيكال توبولوجي لغاية راوتر 10 هنا، فده اللي احنا هنضيفه 10 راوتر. تمام، نرجع تاني، هجيب سويتش عادي واوصله على 10 راوتر، والطرف التاني منه هوصله على 4 سويتشز نوعهم اي او يو. نبدأ بقى نبلد اللاب كده. بسم الله الرحمن الرحيم. لير 2 سويتش، التاني، التالت، الرابع، وهوصل ده كله بإذن الله أساسا بسويتش. تمام، هسمي بس السويتشز دي كده عشان ما لخبطش نفسي. تشينج لاست نيم، سويتش 1 is already in use by another node. ماشي مش مشكلة. سويتش 2، سويتش 3، سويتش 4. هو السبب ان في الاي او يو اول ما بسحب سويتش عادي بيعمل كونفليكت في الاسم، فبيعتبر ان هو نفس الاسم. تمام، فانا بس هاجي هنا اسمي ده مثلا سويتش 5، احاول ان انا برضو اسمي ده سويتش 1 تاني. هو السبب ان ما بيرفض خالص ان هو يتعامل بنفس الاسم. ماشي مش مشكله. يبقى احنا عرفنا ان الاي او يو 1 ده اللي هو بيشاور على مين؟ سويتش 1. غير كده التعامل عادي. يعني انا في الرسمه اللي انا رفعتها لكم غيرت بس اسامي الانترفيسز، لان طبعا الرسمه فعلا اللي انا جايباها دي من شركه اي ال اي، المفروض ان هي بيتعاملوا مع انترفيسز نوعها فاست ايثرنت. تمام، وبالنسبه للراوتر انترفيسز نوعها جيج ايثرنت. انا هنا على سويتشز نظرا لان انا شغاله اي او يو، فانا شغاله على انترفيسز كلها نوعها ايثرنت. فانا اللي انا عملته سويتش 1 وسويتش 2، 1 و2، يبقى هربط 1 على 2 ايثرنت، 1 على 2 و2 على 1، يعني الارقام اللي ما بين التو سويتشز. طب 1 و3 هربط هنا 1 ب3 و3 ب1. طيب 2 و3 هربط 2 ب3 و3 ب2. تمام، بس انا عندي بقى في الاي او يو مفيش عندي انترفيس مثلا اثر 0 على 4 او اثر 1 على 4 او 4 على حاجه مثلا، ما عنديش. تمام، فعلشان كده هعتبر ان سويتش 4 ده كانه 0، وهربط دايما سويتش 2 ب 4 يبقى ب 0، 0 على 2، 2 على 0. طب سويتش 1 سويتش 4، احنا قلنا 4 ده هتعامل معاه كانه 0، يبقى ايه؟ 1 على 0 و0 على 1. طيب ما بين سويتش 3 وسويتش 4، 3 على 0، 0 على 3. عايزين تربطوا الانترفيسز اللي انتوا عايزينها اب تو يو، مفيش مشكله، بس انا ده عن نفسي دايما بحاول ان انا اربط الحاجات المتشابهه ببعضيها عشان بعد كده انا نفسي ما اتلخبطش. نوصل بقى التوبولوجي ده زي ما احنا عاملينه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اوصل هنا 1 على 2 ب 2 على 1، 1 على 2 و 2 على 1 وعلى 1، ونفر كده الانترفيسز. الناحية التانية 2 على 0 و0 على 2، على 0 و0 على 2، 2 على 0. حاولوا بقدر الامكان ان انتوا تعملوا بيلد لللاب ده النهارده ان شاء الله، لان المفروض ان انتوا هتشتغلوا ورايا بعد كده. تمام، احنا بنشرحه بالتفصيل اهو فروم سكراتش عشان تبداوا انتوا كمان تعملوا زي ان شاء الله. الانترفيس اللي بعديه 3 على 0 و0 على 3، 3 او 0 على 3 و3 على 0. تمام، بعد كده 1 على 3، 1 على 3 و3 على 1. طيب ده سويتش 2، 1 على 3، 3 على 1. ده كده سويتش 4، يبقى ما بين سويتش 2 وسويتش 4 يبقى ايه؟ 2 على 4، او سوري انا تقريبا هنا عكست، انا هنا عكست. ماشي مش مشكلة، انا ممكن بس اسمي دي تمام،
مستني ده بس مثلا سويتش 5 مؤقتا لغاية ما اغير الاسم ده، ده هيبقى اسمه سويتش 3 وده اللي هيبقى اسمه يغير اسامي الانترفيسز بسيطة خالص، هضطر بس ادلت الانترفيسز واعدل التوبولوجي بس سويتش 3 وسويتش 4 تمام. نعملها تاني كده بيلد تاني، احنا قلنا تاني 1 ب3 يبقى دي 1 على 3 1 على 3 و3 على 1 الناحية دي، 2 على 3 2 على 3 و3 على 2. طيب احنا قلنا سويتش 4 هعتبره 0 يبقى الناحية دي سويتش 3 على 0 0 على 3 و3 على 0 اخر حاجة 2 و4 يبقى 0 على 2 و2 على 0 لنطف بس الرسمة بتاعتي كده شوية. هقولنا تاني 2 على 1 دي الناحية دي كده فوق تمام، دي الانترفيس دي انا مش عايزاها دلوقتي بس هنصحها بعدين عشان بس نقلل حجم الرسمة بتاعتي شوية. تمام الناحية دي 3 والناحية دي 2 يبقى 3 على 2 و2 على 3 3 على 2 و2 على 3. طيب الناحية دي 2 على 0 0 على 2 تسويتش زي بعض بالظبط، 3 على 0 و0 على 3. الناحية دي بقى 3 على 1 1 على 3. ده بالنسبة للجزء اللي تحت، ناقصني بس تو انترفيسز اللي تحت اللي وصل ما بين IE1 سويتش 1 وسويتش 4، هوصلهم 1 ب0 و0 على 1 على 0 تمام. ده الجزئية مين بتاعت السويتشز اللي هنشتغل عليها في الأول بإذن الله. طيب المفروض بقى إن أنا هسحب فوق 10 راوتر هتعامل معايا تمام، هسحب زي ما اتفقنا راوتر موديلات 7200 الواحد التاني التالت الرابع 5 6 7 8 9 10 عايزه اوصفهم دلوقتي بالسويتش ده. المشكلة عندي دلوقتي ان السويتش اللي انا اتعاملت معاه ده unmanageable، يعني ما ينفعش ان انا اعمل له مانج عن طريق انترفيس. هو السويتش اللي تحت ده او في النص ما بينهم ده بنعتبره بريك داون اساسا، او يعني وسيط كده ما بين لير 2 وما بين لير 3 اللي فوق. الانترفيس ده او السويتش ده ملوش كونسول ان انا اكونكت عليه تمام، فهعمل ايه؟ كونفيجر، هلاقي عليه مجموعة من الانترفيسز 8 انترفيس. طب انا مش عايزاهم 8، انا محتاجة 10 انترفيس، فكل اللي فيها ان انا هضيف 2 انترفيس كمان، ادي 9 وهضيف كمان 1 10 وفي مثلا هضيف كمان 2 عشان برضو لما احتاج 1 تحت ولا حاجة. حاجة كمان المفروض ان الانترفيسز دي هتبقى نوعها كلها ترانك، لان هي وصلة ما بين سويتش وما بين راوتر، هعتبرها كلها ترانك تمام. طب هي دلوقتي نوعها اكس جاست، ان انا بس هدبل كليك على السويتش بتاعي تاني. الانترفيس اللي واصل ما بين السويتش ده واصل ما بين الراوترز كلها المفروض انه هيكون نوع ترانك، لان دلوقتي التوبولوجي اللي قدامي فيزيكالي ايه علاقته بالشبكه الطويله العريضه دي. المفروض دلوقتي ان انا هسيميوليت ان كل تو راوترز كونكتد مع بعض بلينك، ده عن طريق فيرتشوال انترفيس او للدقه سب انترفيس. طب
طالما sub interfaces المفروض ان الطرفين دول مثلا يكونوا في نفس الفيلين، الطرفين دول يكونوا في نفس الفيلين، الطرفين دول يكونوا في نفس الفيلين، تمام؟ وفي النهاية كلهم connected على نفس الفيزيكال سويتش، يبقى لازم تاني الانترفيس اللي ما بينهم كلهم يكونوا ترانك، وبعد كده هنقسم لفيلينات. فقلنا تاني هاجي على الانترفيس الاولاني كده واقول له هنا نوع يكون ترانك، والتايب بتاعه او البروتوكول اللي هنشتغل بيه دوت 1 كيو 8. كده اتغيرت. ندخل على التاني دوت 1 كيو 8، التالت كده دوت 1 كيو كلهم تمام. ده لسه اكسس ايد دوت 1 كيو ايد، واضيف واحد كمان بس 10 لان ممكن احتاجه قدامه ولا حاجه، تمام؟ يبقى نوصلهم كده ببعض. بس قبل ما اوصلهم الانترفيسز اللي فوق دي كلها او الموديل اللي انا ساحباه ده هاجي سيلكت عليهم كلهم كونفيجر، بدل ما اختار راوتر هسيلكت على الجروب ككل، تحت سلوت هلاقي ان اول انترفيس اول سلوت فيه فاست ايثرنت، لا انا هتعامل معاه دلوقتي كجيج، هحوله لجيج انترفيس وابدا اوصلهم ببعض. بورت 1 بالسويتش الاول او بالراوتر الاولاني جيج 0 على 0، الثاني الثالث عنصون اعتقد كده انا نسيت احط واحد كمان في الاتنين كونفيجر، هختار كمان واحد اد ونعمل حسابنا في واحد كمان، تمام؟ وهوصل اللي تحت ده 11 بإسر 0 على 0 هنا، تمام؟ قبل ما اقوم لير 2 بقى انا اقوم بس اللير 3 اللي فوق دول علشان نشوف اصلا ازاي الراوترز اللي فوق دي كلها الشكل الغريب ده هطلع منه اللوجيكال ده، تمام؟ هقوم بس راوتر كده ستارت ريكومندد، طبعا تقولي شيء زي ده ما تقوموش كل الراوترز مره واحده، كفايه قوي مثلا 3 راوتر 3 راوتر، وتستنوا على البروسيسور وتخلصوا كونفيجريشن عليه وبعد كده تقوموا اللي بعديه، تمام؟ تاني طبعا المفروض ان انا بدخل على تاسك مانجر، يعني طبعا على البروسيسور، استنى كده لغايه ما ينزل شويه ونبدا نكمل كونفيجريشن. كده عالي بس اغلب الظن بسبب برنامج الديبوت ده، هي المحاضرة فعلا بتتسجل. نكمل كده كونفيجريشن. انا رابطة دلوقتي اساسا البرنامج بالسكيور سي ار تي، نبدا كده نعمل بقى كونفيجريشن لكل واحد ونشوف الكونفيجريشن بتاعته هتتم ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. الفكره كلها اللعبه كلها ان انا همسك بقى التوبولوجي اللي قدامي ده كده وامسك فيه راوتر وابدا ان الانترفيس بتاعه اللي هو الجيج 0 اوفر 0 احوله لسب انترفيس، تمام؟ على راوتر 1 انا عندي كام انترفيس عليه؟ جيج 0 اوفر 0 دوت 13 ادي سب انترفيس، جيج 0 اوفر 0 دوت 100 تمام، جيج 0 اوفر 0 دوت 146، يعني مثلا R1 فوق كونكتد بإثرنت شبكة إثرنت ما بين R1 وما بين R6 وما بين R4، فالفي لين اللي هتبقى مشتركة ما بينهم هتبقى في لين رقمها 146، والسب انترفيسز عليهم كلهم هتبقى جيج 0 اوفر 0 دوت 146. طب بالنسبة للاي بيهات هتبقى رينج الاي بيهات اللي احنا هنشتغل عليه ليه هتحوله لسب انترفيس؟ لان دلوقتي شايف شكل التوبولوجي بتاعي عامل ازاي؟ ده شكل الفيزيكال توبولوجي بتاعي، ازاي دلوقتي ان انا هطلع منه انترفيس او ازاي هطلع منه اللوجيكال توبولوجي اللي قدامي ده؟
انا هسيميوليت دلوقتي ان R1 و R4 و R6 كونكتد على ايثرنت سويتش واحد بس، تمام؟ هسيميوليت ازاي وهم كلهم اصلا كونكتد بسويتش واحد بس؟ عن طريق ان انا هربط ما بين التلاتة زي ما اتفقنا، هكريت ما بينهم سب انترفيس واحط التلاتة سب انترفيس في نفس الفي لين واعمل لهم كلهم انكابسيليشن بالدوت 1 كيو، يبقى انا كده بسيميوليت كان التلاتة كونكتد مع بعض، تمام؟ يبقى تاني R1 R4 R6 هحطهم كلهم في نفس الفي لين اللي هي رقمها 1 4 6، وهكريت لهم عليهم كلهم نفس السب انترفيس اللي هو دوت 1 4 6. وبالنسبة للنتورك الاي بي هات هتبقى كام؟ 155.1.x. الاكس دي قيمتها كام؟ تاني النتورك هنا كام؟ ما بين راوتر 1 4 6، يبقى ساعتها النتورك هتبقى .146.0. يبقى النتورك ما بين التلاتة دول 155.1.146.0. طب دوت زيرو الاخرانية دي هتبقى برقم الراوتر، يعني R1 هياخد IP.1، R6 هياخد IP.6، R4 هياخد IP.4، وكل راوتر من الراوترز دول هيبقى عليه كمان لوب باك. اللوب باك هيبقى قيمته كام؟ 150.1.1.1 على 32. طب بالنسبة لـ R3 اللوب باك عليها هيبقى كام؟ 150.1.3.3، يعني 150.1 والرقمين الأخرانيين دول هو رقم الراوتر ذات نفسه. نقوم بقى التوبولوجي ده كده، نمسك كده الأول الراوتر الأولاني، الرسمة دي كده أنا خلاص مش انترستد فيها، نمسك كده الراوتر الأولاني طيب أنا كده هخلص بس الأول شرح وبعد كده هباخد أسئلتكم، لان بص يعني مش هعرف اركز كده يعني. نمسك بقى راوتر كده، بسم الله الرحمن الرحيم، هبدا بس اعمل كونفيجريشن للراوتر الاولاني، تمام؟ وبعد كده اخد اسئلتكم وهوقف الفيديو واكونفيجر بقيه الراوترز، لان الطريقه هتبقى واحده عشان بس حجم الفيديو ما يكبرش. اول حاجه R1 انا عندي عليه كام انترفيس؟ دي 0 اوفر 0 طبعا لازم اعمل له نوشن داون الاول، انا هعمل لهم كلهم في الاخر نوشن داون مع بعض. نقوم ده كده دوت 13، تمام؟ طبعا لو حاولت اديله اي بي ادرس، احنا اتفقنا على كام؟ 155.1 دوت الرقم اللي هو 13 دوت رقم الرقم. لو جيت اضغط انتر دلوقتي هيديني ايرور، ليه؟ احنا عارفين ان السب انترفيس لازم الاول احدد له نوع الانكابسوليشن بتاعي، فاقول له ان الانكابسوليشن بتاعي نوعه دوت 1 كيو، ودي هتبقى تبع الفيلان اللي هي 13. لو جيت اديله دلوقتي اي بي اوكي، تمام. السب انترفيس الثاني جيج 0 اوفر 0 دوت فيلان اللي هي 100، الانكابسوليشن هيبقى تبع فيلان 100، تمام. والاي بي هيبقى 155.100.1. بالمناسبه دي كده انا عملت السب انترفيس ده والسب انترفيس ده، في انترفيس هنا كمان وهمي هنبقى نكريته قدام ان شاء الله لما ناخد حاجه اسمها دي ام في بي ان، فهكريت انترفيس وهمي كده هيبقى رقمه او في نتورك 00، انترفيس وهمي اسمه انترفيس تانل، مش وقته دلوقتي خالص، بس عرفوني بس ده حاليا ان في انترفيس وهمي هيتكرر في منطقه الدي ام بي بي ان اللي في النص دي، تمام. نكمل كده كونفيجريشن، ناقصني الانترفيس اللي فوق، انترفيس جيج 0 اوفر 0 دوت 1 4 6، بالنسبه للانكابسوليشن هيبقى تبع فيلان 1 4 6، والاي بي هيبقى تبع 1 4 6. انا لسه طبعا ما عملتش نوشن داون للانترفيسز، ممكن بدل ما ابدا ان انا اعمل نوشن داون على كل انترفيس، لو دخلت هنا على فيو واختار هنا كوماند شيت، تمام. الكوماند شيت ده اساسا في برنامج السكيورتي ار تي بيساعدني ان انا اصلا ارن امر يعني يترن عليهم كلهم مره واحده. يعني لو جربنا هنا كده هاجي على الشانل اللي فوق او الويندو اللي تحت دي سوري، واقول له هنا send comments to all sessions، تمام.
لو انا جيت دلوقتي هنا وقلت له اند على سبيل المثال، اند اتطبقت هنا واتطبقت هنا واتطبقت هنا، تمام. طيب لو انا قلت له انترفيس بيج 0 اوفر 0 شوت داون، يبقى انا كده برن الامر ده مين على مين؟ على كل الانترفيسز مره واحده، تمام. نرجع بعد كده هكونفيجر انا دلوقتي بقى واحد واحد كده، هكونفيجر سويتش 2 تمام، وكونفيجر الباقي بس لسه صحيح سويتش 1 لسه ناقص لي حاجه واحده بس اللي هو الانترفيس لوب باك 0، هديله اي دي ادرس اتفقنا على 150.1.1.1.1 والبرفكس كله 255 تمام. هوقف الفيديو وخلص بقيه الراوترز كلها ونرجع تاني نكمل الفيديو باذن الله، وبعد كده نتست بالبنك هنلاقي فعلا ان التوبولوجي اللي قدامي اللوجيكال ده فعلا ار1 قادر يوصل لار3 لانهم على نفس النتورك اي دي، ار1 هيقدر يوصل لار6 وار4 لانهم في نفس النتورك اي دي، لكن مثلا ار1 لو حاول يوصل للنتورك البعيده دي اي نتورك من البعيده دي مش هيقدر يوصل. ويبقى احنا كده قومنا اللوجيكال توبولوجي اللي بعد كده هنقومه كله عن طريق راوتنج بروتوكول، تمام. كده خلاص خلصنا كل الانترفيسز كونفيجريشن لكل الانترفيسز، ناقصني بس حاجه واحده ايه هي؟ زي ما اتفقنا المفروض ان انا هاجي كده على الكونفيجريشن من تحت، يفضل طبعا اقول له انت الاول لاني مش ببقى عارفه كل راوتر في انهي مود، تمام. فبقول له انت وابدا الكونفيجريشن من اول الانيبل مود، هنزل تحت الانترفيس دي 0 اوفر 0 واتاكد ان انا عامله له نو شت داون عشان اضمن فعلا ان كل الانترفيسز شغاله. نتست بقى فعلا الكونكتيفيتي على سبيل المثال من ار1 عايزه تست مثلا بنج على ار4، من ار1 بنج على 155.1 دوت، احنا اتفقنا هبنج على 4 يبقى دوت 146 دوت 4، يبقى كده في كونكتيفيتي. لو جيت تست على 6 راوتر 6 كده في كونكتيفيتي، لكن لو حاولت ان انا ابنج على اي نتورك ثانيه زي مثلا النتورك اللي تحت دي ما بين ار 3 وما بين ار 2، بنج على 155.1.2.3.3 مثلا، الدنيا واقعه، يبقى فعلا كده لير 2 قايمه، انما لير 3 واقعه عندي دلوقتي. المفروض بعد كده ان شاء الله الخطوه اللي بعديها نقوم لير 3 باذن الله في المرحله واحنا بنقوم الراوتنج بروتوكولز. كده انا ظبطت اي بي هات فيرجن 4. لو جيت هنا على كل الراوترز تست كده ان الدنيا كلها قايمه، الراوتر الاولاني كل الانترفيسز اللي عليه قايمه دي 0 اوفر 0 وعليه فعلا 3 انترفيس، راجعوا بقى كده معايا. الراوتر الثاني عليه ادي 1 2، الراوتر الثاني عليه 2 فعلا انترفيس، الراوتر الثالث شو اي بي انترفيس بريف ادي 1 2 3 4، الراوتر التالت عليه ادي 1 2 3 4 بغض النظر طبعا عن الانترفيس الوهمي ان هو اللي احنا اتفقنا هيبقى التانل، الراوتر الرابع ادي راوتر انترفيس الثاني التالت، يبقى الراوتر الرابع ادي انترفيس الثاني التالت اللي فوق، تمام. خمسة ادي انترفيس الثاني التالت الرابع، راوتر خمسة انترفيس الثاني الثالث الرابع. طبعا انا هنا مش بحسب كمان اللوب باك يعني، المهم المفروض ان انتوا تعملوا تيست كده. ادي واحد الثاني راوتر 6، راوتر 6 انا فعلا فوق واحد وتحت اثنين، تمام. يعني المفروض كده ان شاء الله الدنيا ايه قايمه وشغاله معايا. لو جيتوا تستوا على لاير 2 ما بين اي راوتر لاي راوتر ثاني، مثلا اتست ما بين مثلا ار 6 وار 7، عايزه تست على النتورك دي من ار 6 هبنج على 155.1.7.7، من ار 6 هبنج على 155.1.7.7 كده، يبقى عندي مشكله راوتر 7 مش 7 7 بقى، سوري مش 7 7، النتورك اللي ما بينهم 6 7 7، النتورك اللي ما بينهم
6 7 7 كده فعلا layer 2 ايمن المفروض عندي وتمام ومفيش اي مشاكل. تمام. طيب هنمسك راوتر كمان نعمله دلوقتي والفيديو شغال، وبعد كده برضو هعمل سسبند للفيديو واكمل كونفيجريشن والفيديو واقف. ايه هي الكونفيجريشن؟ الخطوه اللي بعديها ان نبدا بقى احط اي بي هات فيرجن 6. تمام. يعني هنا مثلا في فيرجن 6 عندي اللوب بيت 2001:150:11 الرقم اللي قدامي ده على بريفكس 128. طيب ما بين R1 وما بين R3 اي بي فيرجن 6 بينهم هتبقى كام؟ لو جيت ابص على الرسمه هنا دي كده، هو الصوت مش عارفه بقى في ايه بجد. المفروض اي بي فيرجن 6 2001:155:1:148 على 48. الصوت عند الناس كلها. نكمل. قلنا تاني بس اخر حاجه هعملها ان انا احط بقى اي بي هات فيرجن 6 على الشبكه اللي قدامي دي كلها. تمام. وبعد كده هسيب الكونفيجريشن ونسيب التوبولوجي، ويا ريت ما تعتمدوش على التوبولوجي اللي انا عملته، انا عايزه كل واحد يعمل بيلد للتوبولوجي بنفسه. كل السوفت ويرز انا شايفاها الجروب اللي انا بحتاجها، يا ريت ان انتوا تعملوا بيلد ليه بنفسكم. تمام. متهيألي يعني هو سهل جدا، هايل جدا. تعالوا نعمل كده R1 كونفيجريشن لR1. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي مشغل بس المايك بليز. لو جيت دلوقتي على الانترفيس الاولاني لوب باك 0 هقول له اي بي فيرجن 6 ادرس، احنا اتفقنا على 2001:150:1:1 على 128. ده على الراوتر او على الانترفيس اللوبيك. طيب نعمله كمان على الانترفيس اللي هو جيت 0/0.146 اي بي فيرجن 6 ادرس، هيبقى كام؟ فوق احنا اتفقنا ان الشبكه هتبقى 2001. مش عارفه الجزء اللي فوق ده مش واضح ابدا. هتبقى 2001:155:1:148 على 48. يبقى تاني النتورك بتاعتي هتبقى كام؟ 2001:155:1. طيب ما بين دلوقتي انا على R1 ما بين R1 وR4 وR6 النتورك هنا على كام؟ :146:0. يبقى هنا تاني 155:1، اول 3 اوكتات كانوا ثابتين وبعد كده :1 4 6 1 4 6:1. هخلي البريفكس مثلا هنا على، هي ريكومندد بقى ان انا اخليها 64 عشان يثبت عندي اول 64 بت، عشان اضمن ان الجزء ده مختلف من نتورك لنتورك تاني. هنا صحيح كاتبها لي هنا على 32، بس 32 دي البريفكس بتاع النتورك كامله، دي الشبكه الرئيسيه اللي انا عايزه اعمل لها سبنت. تمام. بعد كده انترفيس جيت 0/0. انا لسه على R1. انا خلصت كده 1 4 6 وخلصت اللوب باك، يبقى هعمل اللي هي .100 واقول له اي بي فيرجن 6 ادرس القيمه دي لغايه هنا. تمام. وبعد كده اقول له هنا النتورك ما بين، انا دلوقتي على نتورك 100 يبقى :100 برضو، يبقى :100:1 سوري على 64. كده بيعمل اوفرليت، يبقى بلاش على 64 دي هتعملي مشكلة، بلاش ال 64 نخليها مثلا على كام عشان اضمن ان الجزء ده مش يعمل لي كونفليكت. هو 128 بت ناقص اخر 16 بت، يبقى خليها على ايه؟ 112. يبقى الانترفيس الاولاني دي 0/0.146 هخلي الاي بي بتاعه على 112
نبدأهم بس كده تاني من الأول، ونخلي البرفكت زي ما اتفقنا 112 عشان ما يعمليش اوفرلاب ما بين الانترفيس. يبقى تاني انترفيس ديك 0 اوفر 0 دوت اللي فوق كام؟ 146 اي بي فيرجن 6 ادرس 2 2001 كولون 155 كولون 1 كولون كولون 146 كولون 1 على 112، والانترفيس التاني ديك 0 اوفر 0 دوت دوت 100، هديله نفس الاي بي بس البرفكس هنا او الجزء ده من النتورك هخليه 100 دوت 1. اخر انترفيس عندي ديك 0 اوفر 0 دوت 13 تمام. بالنسبة للاي بي هخلي الجزء ده كام؟ دوت 13. يبقى لو قلت له هنا دلوقتي شو اي بي فيرجن 6 انترفيس بريف، طبعا المفروض يديني الاي بي اللي هو اللينك لوكال والاي بي الحقيقي او الاي بي المانيوال اللي انا حطيته دلوقتي تمام. ادي الانترفيس زي اللي انا كريتها دوت 13 واخد اي بي مانيوال دوت 100 واخد اي بي مانيوال دوت 64 واخد اي بي مانيوال وطبعا اللوك بيك تمام. هوقف برضو دلوقتي الفيديو اكمل بقية الكونفيجريشن على الراوترز كلها ونرجع تاني نكمل عشان بس ما ياخدش وقت طويل. كده انا خلصت كل الكونفيجريشن الحمد لله، حطيت كل الاي بيهات نجست بس كده على الكونكتيفيتي اي تو راوترز كده نتاكد ان في لاير 2 كونكتيفيتي ما بينهم. انا دلوقتي على ار 10 الانترفيس ده دي 0 اوفر 0 تمام، واخد اي بي اخره 10 يبقى هبلك على 201 150 100 108. بس الراوتر اللي بعده واخد اي بي 8 يبقى كده فعلا في كونكتيفيتي. نتست برضو على اي واحد كده ما بينهم زي مثلا ار 1 وار 3 او نمسك مثلا شبكه الاثرنت اللي فوق ما بين ار 1 وار 4 وار 6. ار 4 مثلا لو قلت له هنا بنج على الشبكه اللي ما بينهم 1 4 6 كولون، انا على ار 4 بنج مثلا على ار 1 في كونكتيفيتي، على ار 6 في كونكتيفيتي. يبقى كده اللاير 2 قايمه الحمد لله وما فيهاش اي مشكله تمام. هو خلاص بقى انا خلصت اساسا. هنسيب بقى الكونفيجريشن ازاي بسيفها. دو رايت انفر، او بدل ما اعمل الهيصه دي بقى كده ان كده بسيف الكونفيجريشن عليهم كلهم. كده انا سيفت الكونفيجريشن عليهم كلهم، اقدر بقى ان انا سيف التوبولوجي ذات نفسه. فايل سيف بروجكت اس، هيقول لي بس الحاجات دي لازم تبقى مقفوله. خلاص انا كده سيفت مفيش قلق ان انا اقفلها. فايل سيف بروجكت اس هسيبه مثلا على الديسكتوب. نيو عادي الايرور ده لما بيصير عادي هو بيسيب مفيش اي مشكله تمام. ده وضع طبيعي يعني. كده هنخلصنا الجزء ده النهارده ان شاء الله، والمره الجايه بقى نبدا بقى فعلا في الكونفيجريشن. يا ريت بليز كل الناس فعلا تبلد التوبولوجي ده النهارده، ما تعتمدوش ان انا هرفعه لكم اوكي، بس يا ريت الناس فعلا تعمل بلد التوبولوجي بايديها. الموضوع طلع حيف جدا جدا، الرسمه كومبليكيتد قوي دي طلعت في النهايه ان احنا نعمل لها بلد حاجه هايفه جدا فوق ما تتخيلوا تمام.